هذه التجميع بتتكون بداية من سيد الضابط الذي يحمل جهاز البحث تحت الأعماق لأي مصادر أو عبوات خطرة. المصريين أداء أعمالهم وبيان ما بها من مصادر. نتقدم للبحث داخل السياره. سلال زود عدد 4 مرات عليك الاساسيه وتبقى صوره عاليه جدا. لو لاحظنا حط سجان اليمين السيد كريم رئيس فريق العمل متواجد وبيراقب الكاميرات بصفات اعلى الانسان الالي حاليا. والان يمر امام المنصه الرئيسيه سياره الموظفه